من تكون هذه الشقراء التي يراقصها المهراجة؟ Good Lord. كيف ألا تعلم قصتها؟ هذا صحيح، فأنت حديث العهد بالهند. لقد نزلت الطائرة التي كانت تركبها نزولا اضطراريا لخلل أصاب محركها في أحراش المهراجة محمود، فاستضافها في قصره، ويقولون أنه وقع في غرامها من أول نظرة. وما جنسيتها؟ سمعت أنها إنجليزية، غير أني أشك في ذلك. ثم عرفت أنها... ماذا عرفت؟ يا لك من فضولي، أصغي إلي. قال لي الكابتن جاكسون أنه تعرف بها في بومبي، ويقولون إنها كانت على علاقة سابقة مع هندي بوذي يدعى سوبال. تسكن الهند؟ لقد حضرت إلى بومبي عدة مرات، وقال لي أحدهم إنها كانت فيما مضى تعمل راقصة. إنها أفاقة إذن.
إن لها ماضي حافل يلوح لي ذلك، ولكن كيف؟ سأخبرك بالتفاصيل فيما بعد. صحة ضيفتي الجميلة. هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ نعم يا أمه، والكل يتحدثون عن تلك الإنجليزية التي سلبت لبة، فأقام لها الحفلات الصاخبة للأجانب بلا حساب، واصطحبها في رحلاته لصيد الوحوش، وأعد لها هوتجا من الذهب وأهداها المجوهرات السمينة، وانغمس في الملذات وشرب الخمر. وقد أخبرني محمد تابعه الأمين أنه أصبح لا يفيق من سكره إلا نادرا. يا إلهي، هل الجن محمود؟ وبلغني أيضا أنه ماذا؟ أنه اعتزم السواك من تلك الإنجليزية. وأنت هل ترضى بهذا العار؟ إنك شقيقه الأكبر، وواجبك يفرض عليك أن تعيده إلى صوابه. لقد فعلت هذا يا أماه، وذهبت إلى قصره فقامت بيننا مشدة عنيفة، فركب رأسه العناد وطردني شر طرده. لن أسكت على هذا، لقد بعثت في إحضاره وأمرت أن يحضر إلى هنا في الحال لمقابلتي، وسوف ألقنه درسا لن ينساه. مولاتي. ماذا يا سامر؟ هل حضر مولاك محمود؟ بلى يا مولاتي، مولاي المرجى محمود سافر اليوم إلى أوروبا مع حشد. سافر؟ أسمعت يا عبد القادر؟ محمود سافر.